التحتية للبلدة واستهدف المساجد بشكل مباشر، ورح نشوف المراصد المطلة على البلدة واللي متمركز فيها قناص النظام. جبل الزاوي، مكان سقوط أحد البراميل المتفجرة الذي ألقته الطائرات المروحية. هذه الحفرة التي حدثها هذا البرميل المتفجر.
شيء. حدث هذا البرميل دمارا شاملا داخل القرية، أدى لتهديم 4 منازل Thank you.
ايوه خزان خزان تعال. يا الله لو لم تتخفى بالابواق وين الابوي وين وين هاي وين ما وطلع لا ابواق لا شيء دا يخرب بيته تكفيه هون ابوي تحت الدور هون ما يروح اول جبل الزاوية بريف إدلب.